السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول المتوسط. نص الدعم فيه شفاء. المطلوب منك عزيزي الطالب استظهار 5 آيات من النص القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. ننتقل إلى النشاطات الخاصة بالدرس. التنمية القرائية. اختر الإجابة المناسبة مما يلي: الفرق بين العبرة والعبرة. أحسنتم، الأولى تعني الدمعة والثانية تعني الاتعاظ والاعتبار. خالصا تعني صافيا من الشوائب. أوحى تعني ألهم رائع. سبل تعني طرق. بما تحيا الأرض، تحيا الأرض بماء الأمطار التي ينزلها الله تعالى من السماء. صل الكلمتين في المجموعة ألف بما يناسب معنى كل منهما في المجموعة باء: ذللا، مسخرة، أحسنتم، يجحدون، ينكرون، رائع.